مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حلقات اللي عم نقدمها في الاردن في فندق لاند مارك عمان. معنا اليوم مؤسس ومدير تنفيذي لشركه مسموع للمعرفه الصوتيه علاء سليمان. اهلا وسهلا فيك علاء. اهلا فيك. شكرا لك، تشرفنا فيك. انا متشرف فيك والله. شكرا لكم قبلت استضافتنا. علاء، عرفنا اكثر عن حالك. اسمي علاء سليمان، عمري تقريبا 34 سنه. مهندس كمبيوتر، اشتغلت في السوق تقريبا 10 سنوات، وبعد يعني كموظف، وبعد يعني تفكير ودراسة عميقة لفكرة إنشاء شركة لإنتاج ونشر الكتب الصوتية باللغة العربية، قمت بتأسيس شركة مسموع المعرفة الصوتية في بداية 2011. قبل ما نحكي عن هاي، هلا أنت قديش اشتغلت كموظف؟ أنا اشتغلت تقريباً 10 سنوات كموظف، تخرجت بال2001 لنهاية 2010 في سوق العمل. وش اللي خلاك أنه تفكر تفتح مشروع لإلك ويصير العائد المادي؟ هل هو أفضل لإلك عائد مادي؟ هل هو أفضل لإلك بزنس أونر يعني؟ شو اللي خلاك تفكر هالتفكير وتنقل، أو ممكن تكون مجازفة يعني؟ هي فعليا يعني اي بدايه شركه يعني، او خصوصا انسان عاش حياته كموظف وقرر يبني شركه جديده، كان فيها مجازفه. اللي خلاني بصراحه في اكثر يعني خلينا نحكي خلطه من الدوافع، في منها الشخصيه وفي منها يعني حتى كمان اجتماعيه وخدمه للغه اللي انا بحبها. هي اللغة العربية. فعليا أنا يعني قضيت وقت طويل من حياتي بروح وباجي بالمواصلات أو بسيارتي لعملي، فكنت يعني في آخر فترة مليت من الراديوهات والمسجل، يعني كنت بحاجة لإشي يسليني على الطريق وبنفس الوقت يمتعني ويفيدني. فبدأت أبحث يعني في الإنترنت على يعني إشي صوتي ممكن يلبي هاي الرغبة. وجدت في يعني باللغة الإنجليزية الكثير من الكتب الصوتية، بحيث أن الواحد بدل ما يقرأ الكتاب اللي ما عم بصح له يقرأه أو ما عنده وقت يقرأه، بإمكانه يستمع له. أو يمكن يكون ثقيل وأنت عم تمشي فيه ممكن يكون مستحيل وأنا عم بسوق أو مثلاً. أنت عم أو لا، حتى في المواصلات يعني مثلا في المواصلات. نعم. فاجت فكرة الاوديو بوكس. بدأت اسمع بشكل يعني متواصل، سواء في طريقي للعمل او من عملي للبيت. باللغة الانجليزية. يعني انا الحمد لله انه الله من علي اني مثلا كملت دراسة وكنت شاطر في اللغة الانجليزية وعندي قدرة اني استمع وافهم. لكن في نفس الوقت بدأت اشعر يعني بحسرة، خلينا نحكي انه ليش لغتنا العربية الراقية يعني في منها محتوى وكتب، عدد هائل من الكتب بجميع انواع العلوم، غير مخدومة بهذا المجال ومش متوفر للناطق باللغة العربية اللي يعني مش الحظ مش جيد زيي وبيعرف يفهم اللغة الانجليزية او لغات اخرى، انه يستمع ويستفيد من هاي التجربة. فبدأت الفكرة تتبلور عندي. هلا بنفس الوقت انا كنت يعني عم بتدرج في السلم الوظيفي، عم بنتقل يعني عم بتزيد خبرتي. انا اشتغلت يعني في مجال البرمجه والكمبيوتر بشكل عام والاي تي بشكل خاص. بدات عندي يعني شعور انه انا بامكاني بخبرتي وبالمعلومات اللي عندي وبشغف وحبي لهاي الفكره وحبي للغه العربيه اني اقوم بانشاء شركه تخدم هاي الغايه. طيب هلا مسموع هو عبارة عن الأوديو بوكس اللي هي المعرفة الصوتية، خلنا نحكي اللي هو شخص بيقرأ كتاب وبتسمعه وهو بيقرأ هذا الكتاب. كيف قدرت تجيب، هل هو صوتك اللي بيكون على الفايل، أو كيف قدرت تجيب ناس يقرأوا الكتب بشكل صحيح، بتشكيل صحيح، قواعد صحيحة؟ كيف بدأت معك هاي البداية، وهل أنت بدأت تسجل ولا أشخاص تانيين؟ زي ما حضرتك تفضلتي انه في تحديات كبيره لما الواحد يفكر ينشئ شركه جديده، وخصوصي هاي الشركه يعني او العمل اللي بدي اقوم فيه مش كثير يعني مألوف لدى الناس، سواء كانوا متلقين او حتى مشاركين في التنفيذ. ففي البدايه طبعا كان عندي تحدي اني الفت انتباه المستثمرين والناس اللي انا ممكن تدعمني، اللي هذا اللي بدات فيه. يعني بدات في يعني كتابه الفكره على شكل خطه عمل حتى أجذب المستثمرين أو الداعمين والممولين، وبنفس الوقت بدأت على أشتغل على بروتوتايب أو يعني نموذج عمل لهذا لهاي الفكرة حتى أوصل الفكرة للناس اللي بطرح الفكرة عليهم.
بصراحة أول بروتوتايب أنا سجلته في البيت يعني بصوتي، وكان في لي صديق عاوني في التشكيل، وشريكتي اللي هي أختي ألاء سليمان، هي مهندسة صوت، هي كانت مسؤولة عن الإنتاج الصوتي والمعالجة الصوتية. صراحة يعني الأجهزة اللي استخدمناها أجهزة بسيطة غير مكلفة في البيت، سجلنا جزء صغير من كتاب، طبعا إحنا ما كنا لسه بادين الشركة. بعد ما سجلنا الشركة برضو أول كتاب سجلته كان بصوتي أنا. شو كان اسم الكتاب؟ اسمه كيف تحصل على أفضل ما لدى الناس. أنا بجوز يعني ربنا ما أنعم علي بخامة صوتية زي ما الناس بتحب، بس كان عندي بصراحة بدي أحط بنش مارك يعني مرجعية للأسلوب في القراءة. إحنا مشكلتنا شوية الناس اللي بتشتغل في بزنس الفويس أوفر أو الدبلجة متعودين على النظام اللي هو الدوكيومنتري أو الوثائقي في القراءة أو في قراءة الأخبار. بتوقع هذا الأسلوب على كتب طويلة راح يكون شوي ممل، بحاجة لإنعاش الصوت والكتاب بطريقة ممتعة ومشوقة للمستمع بشكل أكبر يعني. ومع بداية العمل بدأنا نعمل أوديشنز وتجارب أداء لناس، في منهم ناس ذو خبرة أو حتى مذيعين، وفي ناس هو ما عندهم أي خبرة لكن حبوا الفكرة وحبوا يجربوا. الحمد لله من هدول ومن هدول في عنا الآن تقريبا 15 واحد عم يتعاملوا معنا. عنا استوديو داخل الشركة ونتعاون مع أكثر من استوديو في الأردن، مثل استوديو أبو لغود واستوديو رمز. برضو يعني مشكورين إذاعة بلاي اف ام، أعطونا الاستوديو في بداية العمل، كمان سجلنا عندهم أول كتاب عندهم. طيب هلأ أنت المشروع تبعك لما بدأته، هل بدأته قبل ما تقدم على منحة من أويسز ولا بدأته بعد ما قدمت على أويسز؟ هلأ طبعا أويسز بس عشان أعرف المشاهدين هي شركة أو ممولين بيحاولوا يستثمروا في أفكار مثل حضرتك، بشجعوا أكثر على الأونلاين طبعا، أي شيء يعني بشجعوا الأفكار اللي هي موجودة على الويب سايت. إذا يعني هم بشجعوا الأفكار الاي سي تي يعني بشكل عام، الانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي، يعني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنها الأونلاين والميديا. طيب أنت كيف، هل كان بتقدر تبدأ لو ما كان عندك فرصة مثل هاي؟ بصراحة كوني كنت موظف وفترة طويلة وما تلقينا احنا تعليم عن الريادة وكيف تفتح مشروعك وكيف تنتقل من فكرة الى شركة منشأة او عاملة، سواء كان هذا في التعليم المدرسي او الجامعي وحتى اثناء عملنا في الشركات. فيعني كان بالنسبة لي جرأة وإقدام على إشي أنا مش مسيطر على جميع الاتجاهات اللي فيه أو جميع التوقعات اللي بتوقعها. وجود ناس زي Oasis 500 يعني قطع علي أو مش يعني وفر علي وقت طويل كنت رح أستهلكه حتى أوصل الشركة للي وصلته هسه. هم يعني فعليا بيعملوا acceleration، تسارع لإنشاء الشركات من فكرة إلى شركة، سواء كان بالدعم المادي والدعم المعنوي وتوفير بيئة مناسبة والمعلومات المناسبة والتدريب المناسب لهاي الشيء. أنا فعليا بدأت أدور على تمويل قبل أويسز، يعني بدأت أدور على تمويل في بداية 2010 وأنا على رأس عملي. كنت حاولت تدور على مستثمر؟ نعم، أدور على يعني تمويل يمولني في الفكرة. أنا في عندي تشالنج في شغلي، إنه أنا بصراحة من أول ما بدأت لازم أحافظ على حقوق الملكية الفكرية للكتب، فكان بالنسبة لي شوي صعب أني أتجه لأصحاب الحقوق كشخص مش كشركة. فبداية أنا يعني بدأت المشروع بتجربة بسيطة، حتى جزء صغير من كتاب، حتى ما أني أفوت في دوامة الحقوق الملكية الفكرية، وحتى ما قمت بنشره ولا بيعه، بس كانت الهدف أنه تعرضوا على proof of concept زي ما بسموها، يعني الإثبات أنه أنا قادر أني أعمل هذا المشروع وأستمر فيه. نعم. والفكرة مناسبة واللغة العربية والمحتوى تبعها بيخدم هاي الفكرة بشكل أساسي. فبدأت خطة العمل قبل التمويل، يعني أنا بدأت في دراسة المشروع، دراسة التطبيق، شفت استوديوهات، درست التكاليف، قنوات التوزيع، بدأت أحكي مع ناشرين ومع مؤلفين كتب قبل ما أبدأ بإني أطلب تمويل. الحمد لله بعد يعني تقريبا 3 إلى 4 أشهر من التصفية اللي قامت فيها أويسز في ويف 1، أول مجموعة من الرياديين،
تقريبا كنا 285 متقدم، أخذوا بالآخر 5، الحمد لله كنا منهم. ألف مبروك. الله يبارك فيك. لا هلا استمروا، هلا بجوز وصلوا 60، بس احنا كنا اول ويف. طب قديش اخذت فتره تاسيس المشروع لحد ما اخذت تمويل؟ قديش اخذ من وقتك كل هاي الاشياء اللي حكيت لنا اياها؟ صدقا هل كنت عم تشتغل بهاي الفتره ولا كنت تارك الشغل خلص وبدأ؟ انا تركت الشغل صدقا مجرد ما سجلت الشركه، يعني انا سجلت الشركه تركت الشغل على طول، لأنه أول شيء حتى أكون صادق مع الناس اللي بشتغل معهم أنه أعطيهم كل وقتي وانتباهي. في اللحظة اللي يعني بدأت الشركة بحاجة إلي بدوام كلي تركت شغلي، ومع أنه يعني أنا تركته بكل يعني بكل أريحية وصداقة مع أصحاب العمل وحب يعني حتى ودعم منهم، لحد الآن يعني بتلقى منهم دعم وتليفونات ودائما بتابعوا أخبار يعني. وكنت مرتاح جدا في شغلي، وكان يعني راتبي جيد والبوزيشن والموقع في العمل يعني موقع إداري ومميز الحمد لله. لكن بنفس الوقت أنا كان عندي الشغف هدف أنه يكون أنت مالك البزنس أو مؤسس المشروع. مش بس مالك، يعني كان عندي شغف لتطبيق الفكرة أكثر ما أنها توابع تطبيق الفكرة. أكيد هلأ يعني التوابع اللي أدت إلى مثلا كون الفكرة تصير فكرة مشهورة، كوني أنا بدأت أشعر يعني بإني بقدر أطبق الأشياء اللي أنا عم بفكر فيها بأريحية أكثر لو إني كنت موظف، وبنفس الوقت العائد المادي اللي متوقع من هاي الشركة إن شاء الله راح يكون جيد بالنسبة إلي. لكن بنفس الوقت الدافع الأساسي والأكبر هو حبي للفكرة وحبي لدعم الهوية واللغة العربية يعني بشكل أساسي. طب قبل ما نحكي عن الشغف، احكي لنا كيف كان هلأ رياكشن تبع الناس، ردة الفعل؟ هل بيجيك طلبات كثير على هالكتب؟ مين الناس أكثر، من الخليج، من الأردن، أو من ناس من أمريكا؟ يمكن بتخيل الناس اللي عم تحاول تتعلم عربي أو تقرأ كتب عربي، يمكن هم هدول أكثر ناس بحتاجوا هيك أوديو فايلز. تحكي لنا أكثر كيف الرياكشن وردة فعل الناس على المشروع؟ بصراحة ردة الفعل كثير مشجعة، يعني أنا جدا جدا سعيد. يعني أعطينا إحصائية من أول سنة لثاني سنة. الإشي الأهم أنه بالأردن بشكل خاص وجدت تشجيع من الجميع بالفكرة وتطبيقها وتحويلها لشركة. التشجيع كان يعني أكثر ما كنت أتوقع. طبعا هي يعني أول شركة عربية، هي أول شركة يعني مؤسسة يعني بروفيشنال وربحية بتعمل على هذا المشروع. التجارب اللي قبل كانت يعني أغلبها تتجه نحو الكاسيت، واغلب بعض يعني المحتوى كان محصور ب يعني نوع معين من الكتب او نوع معين من الالقاء الصوتي. لكن احنا اول ناس بيقوم بالمشروع بتحويل الكتب بشكل عام بمختلف الموضوعات والانواع الكتب الى كتب صوتيه. بصراحه يعني الناس حبت الفكرة، لأنها الناس حابة تحصل على المعرفة وتحصل على المعلومات اللي في الكتب، مع أنهم ما بيقرأوا. مع أني أنا شخصيا بعتقد أنه قراءة في اللغة العربية أو في الوطن العربي أكثر ما إحنا عم نروج لها. إحنا عم نروج أنه إحنا الشعب العربي ما عم بيقرأ، بس أنا فعليا عم بحس أنه الشعب العربي يعني بديش أحكي بلش، بس هو كويس. هذا خبر كويس. نعم، هو بيستمر هذا الخبر، يستمر بالحصول ويكبر. بالحصول على المعرفة، مش دائما بالطريقة التقليدية من الكتب. يعني بنلاحظ بعد ما بدأت القنالات الوثائقية إقبال الناس حتى الغير متعلمين على مشاهدة البرامج الوثائقية. فيعني الإنسان العربي بحب المعرفة وبحب يحصل عليها، بس إحنا ما بدنا نظلنا نتهمه بأنه ما بيقرأ. خلينا إحنا نبذل شوية جهد نحول سريقة. والله هاي المعلومة هاي الموجود في الكتاب اللي هو ما عم يقرأ أو منتهمه أنه ما عم يقرأ، نحولها لمعلومة ممكن يحصل عليها بطريقة أخرى، منها الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية مثلا هلأ اللي إحنا عم نشتغل عليها. طب على إحنا الإحصائيات تفضل بس بشكل مختصر لأنه صار لنا الوقت. أوكي، هلأ من وقت ما بدأنا بيع أو نشر الكتب الصوتية بشهر 6 السنة الماضية لحد الآن، أكثر إقبال على الكتب هي العرب المتواجدين في الغرب، في أمريكا وأوروبا، وهذا إشي يعني بيسعدني وبيحمسني أكثر. يمكن لأنه بأوروبا والغرب يعني هناك الأونلاين سيستم عندهم بيعرفوه أكثر، هون يمكن في الأردن في الوطن العربي إشي جديد أنه يتعامل مع الأونلاين، فهم هناك أوريدي يمكن تثقفوا على هذا الشيء أنهم موجودين من زمان. يعني في أكثر من عامل، منها عامل
الدفع عن طريق الانترنت كثير بالنسبة لهم أسهل طبعًا. أو عندهم ثقة فيه أكثر من عندنا بالوطن العربي. بس الخبر يعني السعيد أكثر كمان إنه الخليج بيجي نمبر 2 ومن بالتحديد السعودية. يعني المملكة العربية السعودية يعني بيجي رقم 2 بالمبيعات للكتب الصوتية. وبصراحة الفيدباك والرسائل اللي بتوصلنا من المستمعين أو من اللي بحصلوا على الكتب رسائل مشجعة وكلها بصراحة بتحفزني أنا وتحفز زملائي في المشروع أنه نعمل أكثر وننتج كتب أكثر. طب علاء بدقيقة، شو بتنصح الشباب يعني بالنسبة لتجربتك وخبرتك بأنك تنتقل من موظف لمالك أو مؤسس، شو بتنصح الشباب وكيف بتشجعهم أنهم يصيروا مثلك أو يتعلموا من خبرتك بدقيقة؟ وبصراحة ما تعلموش من خبرتي أنا، تعلموا من خبرة أحسن مني. بس اللي من خبرتي البسيطة ممكن أفيدهم في أنه أي فكرة موجودة في بالك وبتحس أنه أنت مؤمن فيها اشتغل عليها ونفذها، حتى لو أنت على رأس عملك. مش بالضروري تعمل شركة كبيرة من أول يوم، بلش بالفكرة، رح تتعلم أثناء التطبيق، تعلم كثير أشياء مستحيل كانت تعلمها في كتب ولا في جامعات. التجربة اللي أنا خضتها في تطبيقي للفكرة اللي كانت في بالي أطلعها على الأرض الواقع كشركة هي تجربة فريدة من نوعها، مستحيل أحصل عليها إلا بتجربتها بإيدي. فبنصح أي شاب عربي عنده فكرة وكل الناس اللي حواليه أو الظروف ضد هاي الفكرة أو ضد تطبيقه إلها، ما ييأس، يحاول مرة ومرتين وثلاث، يجرب، ممكن تطلع فكرته هي غلط، ممكن فكرته هاي تقوده لفكرة أحسن. التطبيق أهم إشي، وكونه هلأ على الإنترنت والعالم صار قرية صغيرة، تنطلق من فكرة صغيرة وشركة محلية صغيرة تنتقل للعالمية صار إشي كتير أسهل، وزي ما عملوه غيرنا إحنا بنقدر نعمله. صحيح، شكراً لك علاء، نتمنى لك التوفيق والنجاح دائماً، ودائماً يعني تواصل معنا واحكي لنا أخبارك، بنحب دائماً نسمع أخبارك، بنحب نسمع دائماً قصص نجاح بمثل حالتك، خصوصاً إن أنت من جيل الشباب. شكراً لك علاء. شكراً لكم مشاهدينا، نتمنى تكونوا استفدتوا من تجربة علاء، ونشوفكم بحلقة جديدة من الحلقات اللي عم نقدمها في الأردن مع ألف سلامة.